لا، هاي عندنا هذا الفانكشن كمان هو سكوير فانكشن، مثلا اكس ماينس 2 كلها سكوير. اكيد هذا لانه برا مضروب ببوزيتيف نمبر، رح تكون رسمته بهذا الشكل، رح تكون رسمته طلوع ماشي مش نزول. لو كان مضروب بماينس رح تكون رسمته من تحت نزول. المهم هلا هيدي الاف اوف اكس اول خطوه لنا الدومين اوف ديفينيشن، هي ما في شيء كونديشن عليه، فالدومين بيكون ار سيت اوف ريل نمبرز. الباريتي لا راح تطلع ايفن ولا راح تطلع اود، لانه اف اوف ماينس اكس اذا عوضنا محل الاكس ماينس اكس بتصير ماينس اكس ماينس 2 كلها سكوير، هيدي جوابها بيطلع اكس بلس 2 كلها سكوير. هيدي مش مثل هي، ما بتساوي اف اوف اكس ولا بتساوي ماينس اف اوف اكس. ذن بنقول اف از نيذر ايفن نور اود. بنيجي للخطوة اللي بعدها لنشوف إذا عنده مينيموم وماكسيموم. بطبيعة الحال الاف اوف اكس لأنه هو سكوير فانكشن، يعني هو على طول يعني مضروب ببوزيتيف على طول رح يكون بوزيتيف. إذا كل الفانكشن أعلى من زيرو then رح يكون اف هاز، إذا كله أعلى من زيرو معناتها الزيرو هي مينيموم، has a minimum equal 0 at x equal شو قلنا، كيف بنعرف الاكس؟ بنحل هيدا الشيء اللي تحت السكوير بنحله equal 0، فبيطلع عندي at x equal 2 ماشي. فاذا المينيموم هي x equal 2، هلا بنيجي بنرسم نحن شو table of variation، table of variation، table of variation شو بنحط بقلبها ال increase وال decrease. اول شيء بنحط هون x وهون f of x، بالاكس فوق بنحط الدومين اوف ديفينيشن اللي هو من ماينس انفينيتي لبلس انفينيتي. كيف عرفت الماينس انفينيتي بلس انفينيتي؟ لانه عندنا سيت اوف اوريال نمبرز ار، والاكس تعولها عفوا هون لازم نحط تعيله المينيموم او الماكسيموم. عندنا مينيموم ايكوال 0 ات اكس ايكوال 2، يعني هون الاكس 2 وهيدي المينيموم 0. مينيموم يعني وادي، يعني في عندي نازله بيرجع عندي طلع ماشي. هلا هون اللي نازل عند الزيرو كان نازل المفروض من بلس انفينيتي، طالع من الزيرو لوين؟ على الاخر، على الاخر يعني على البلس انفينيتي بيكون طالع ماشي. هيدا التابل اوف فاريشن. واذا بدنا فينا ندرس نحن السنس اوف فاريشن، نعمل اف اوف اكس 1 ماين عفوا اف اوف اكس 2 ماينس اف اوف اكس 1 على اكس 2 ماينس اكس 1 للانترفال ماينس انفينيتي 2، بنعمل نفس الطريقه للانترفال 2 بلس انفينيتي. بيطلع معنا هون نيجاتيف وهون بوزيتيف، يعني هيدي ديكريزنج وهون انكريزنج. هيدي بالنسبه لهيدا الشكل. هلا اذا بدي ارسمها انا ايش كيف برسمها؟ بياخد شوية values قبل الاكس، عفوا شوية values قبل الزيرو قبل المينيموم وشوية value بعد المينيموم. هاي بخليها هيزا مثلا قبل التو، خد مثلا ال1 لما تكون الاكس 1 روح عوض بالاكس equal 1 شو بصير؟ 1 minus 2 square بيطلع minus 1 و square يعني 1. at x equal مثلا خد على الزيرو، في x equal 0 بيطلع minus 2 square يعني 4. at x equal minus 1 خد minus 1 حط محل x minus 1 بتصير هاي minus 3 و square يعني 9. كمان خد value بعد ال 2 لنقول 3، حط 3، 3 minus 2 1 square يعني 1. حط 4، 4 minus 2 2 square يعني 4. حط 5، 5 minus 2 square يعني 3 square يعني 9. فها بكفوا يعني 4 نقط قبل المينيموم، 3 نقط قبل المينيموم، ثلاث نقط بعد المينيموم بكفوا للرسم. مثلا هيدي اكس برايم اكس وهيدي الواي برايم واي. هات لنشوف اكس برايم اكس واي برايم واي. هات لنشوف ات اكس ايكوال 2 هيدي الاكس ايكوال 2 عندنا 2 0 هي مينيموم، يعني بيكون في وادي هيك شكلها. عنا على 1 1 1 1 لازم نمرق الكيرف بهيدي، على 0 عنا 4، على 0 4 لازم نمرق الكيرف بال 4 هون، عنا على minus 1 9، minus 1 9 ما نطلع 9 لفوق لازم نمرق بهيدي مثلا، عرفت شو؟ بهيدي النقطة. عنا كمان على عملت اللي قبل المينيموم اللي هي 2 0، على 3 عنا 1، على 3 بنطلع 1، على 4 عندنا 4، على 4 بنطلع على 4 لهون بهيد بتصير. بنجي نرسم نحن الكيرف رح يطلع شكله هيك. نوصل لهون وهون كمان بيطلع لعند ال 4 مثل ما شايفين، وبتوصل مثلا اذا بدي فين طلع بعد لعند ال 9 لفوق بهذا الشكل.
من هون كمان اكيد فين لو معي واسع كنت طلعت لفوق. هيدي رسمه الاكس ماينس 2 سكوير ماشي. لو كانت هيدي مضروبه بماينس برا كانت هاي الرسمه اللي طالعه هيك شفناها صارت من تحت. شو شفناها صارت هيك بهذا الشكل ماشي. يعطيكم العافيه.